يوم تاني فيديو هكمل فيه إجابة عن الأسئلة اللي ممكن تكون مفيدة. وقبل ما أخش في الأسئلة والتعليقات بتاعة اليوتيوب، في سؤال من باشمهندس أحمد محمود عن ال 3D Shadows، إزاي بنرندرها وإزاي بنعمل لها كومبوستنج. وأنا بصراحة محرج جدا منك وآسف جدا إن أنا اتأخرت قوي في الإجابة عن السؤال ده، تقريبا أديله أكتر من سنة سألتني قبل كده السؤال ده، وأنا كنت متصور إن إحنا هتيجي فرصة إن إحنا نشتغل على مشاهد 3D على لايف أكشن، وهنركب حاجات نشتغل الورك فلو كلها مع البرامج 3D، بس ما حصلتش فرصه. وحتى الاساسيات بتاعت الكومبوستنج الليسته اللي انا بعملها من الدروس لسه ما خلصتهاش. فانا اسف جدا جدا ان انا اتاخرت في اجابه السؤال ده. انت سالتني قريب يوم 26/8، فانا عارف انك انت لسه محتاج الاجابه بتاعت السؤال ده. هي اكتر مرتبطه بال 3D لايتنج والريندرنج مش بالكومبوستنج، بس هنجاوب عليه دلوقتي. والسؤال هو ازاي نطلع الشادو من 3D ونعمله كومبوستنج في نيوك، وايه الباسز، ايه 3D باسز او الاي او فيز اللي المفروض نطلعها من 3D، لان مش كل الناس بتطلع نفس الباسز. ماشي، الجزء الاولاني من السؤال اللي هو الكومبوستنج بتاع الشادو، زي احنا كنا اتكلمنا قبل كده عنه في الدرس 19 الجزء الثاني، لو بصيت في التايم ستامبس هتلاقينا في الساعه و18 دقيقة تقريبا اتكلمنا عن الامبيانت اوكلوجن والشادوز، وان هما ازاي بيجوا بيبقى على لاير بيضاء غالبا كده، فممكن تعمل لهم ميرج مباشرة بالمالتي بلاي، او ان انت تعكس الحاجة بتاعتك وتستخدمها كالفا. وتعالى نبص سريعا نراجع على الكلام ده، بس طبعا عايزك تشوف الدرس ده، وده من الريندرز اللي كانت موجودة معانا في الفايلز بتاعت الفيديو اللي فات ده، لو عايز تنزلها او حد عايز ينزلها برضو. عندنا كل اللايرز بتاعت الريندر ده موجوده في الدرس اللي فات، فانا واخد منهم بس الشادوز والامبيانت اوكلوجن. ده الشكل المثالي اللي الريندر بتاع الشادو بيبقى مفروض يكون عليه، او ممكن يكون انت الشادوز بتاعك طالع كار جي بي داتا والباك جراوند ترانسبيرنت موجود على الفا او جاي بالالفا بتاعته، فبمجرد ما انت بتحطه فوق الباك جراوند بتاعتك او فوق الديفيوز بتاعك هيظهر. ماشي، لكن لما بيبقى بالشكل ده زي ما قلنا بنوصله بمالتي بلاي، ده اول استخدام ممكن نستخدمه بيه زي ما قلنا في الدرس اللي قبل كده. الكومبوستنج بتاعه بسيط خالص، بس لما بنعمل كده ما بيبقاش عندنا تحكم في اللون وفي كل حاجه بشكل قوي، فالاحسن ان احنا نستخدم جريد نود وندخله كالفا، بس لازم اتاكد ان هو مطلع الفا. طبعا مش مطلع الفا، فانا هعمل شافل وهاخد الالفا من اي شانل تاني فيها، هو موجود في الريد والجرين والبلو، يبقى مش هتفرق، اخدته كده هيظهر في الالفا معايا، ساعتها اقدر اوصله بجرين نود. بس طبعا اتاكد الشادوز بتاعي ان هو يبقى الابيض، لان انا عايز الشادوز يبقى هو الابيض. لو بصيت هنا هتلاقي الشادوز هو الاسود، فانا عايز اعمل انفيرت، وبعد كده عندي الشادوز اقدر استخدمها كانها الفا. وده طبعا قلنا ان هو بيديك تحكم احسن، انك انت تقدر تغير اللون بتاعها وتتحكم فيها بشكل اقوى باستخدام الجريد نود. ماشي، يبقى ده الشكل المثالي اللي احنا بنستخدم فيه الريندرز بتاعت الشادوز. يبقى الريندرز بتاعت الشادوز هتيجي بالمنظر ده، هتبقى على لاير بيضاء، هتبقى على ابيض الشادوز بتاعتك او الامبيانت اوكلوجن بتاعك، او هتيجي زي ما انت عاملها كده ان هي ترانسبيرنت، انك انت بس تحطها اوفر فوق الباك جراوند بتاعتك، لان هي ساعتها هتبقى كلر داتا في الار جي بي وهتبقى جايه بالالفا بتاعتها، فانت مجرد ما هتحطها فوق الباك جراوند بتاعتك هيبقى الموضوع بسيط. يبقى ده ازاي بنعمل لها كومبوستنج. ازاي الجزء الثاني من السؤال، ازاي اصلا بنعملها؟ يعني تقريبا زي ما انت عامل كل حاجه صح، يعني انت فعلا حاطط، احنا اهم حاجه لازم نهتم بيها في الموضوع ده الاجسام اللي بتعمل كاست للشادوز، او الاجسام اللي الشادوز بيجي عليها تبقى في المكان الصح، اللي اوت بتاعها صح، الماتش موف بتاعها يبقى 100% صح. واضح هنا ان ده مش حاصل صح، عشان كده ما اعرفش الشادوز جايه هنا غلط. يبقى انت التراكنج بتاعك مش مظبوط، الحيطان بتاعتك مكانها مش مظبوط. الموضوع ده مهم جدا. بصيت على اي بريك داون لاي شغل سي جي على لايف اكشن محترم، هتلاقي ان هو لازم بيعمل موديلنج للانفايرمنت اللي حواليه بشكل كويس جدا، واللي اوت والماتش موف بتاعها لازم يبقى 100% مظبوط، لان في الاخر مش بس الشادوز هتقع على الحاجات دي والشادوز لازم تقطع معاها مظبوط وتتعامل عليها مظبوط، لا، الاضاءه نفسها كمان مهم ان هي تباونس بشكل مظبوط، الاضاءات بتاعت المكان عشان تطلع طبيعيه زي الحقيقيه لازم تنعكس وتخبط في الحيطان وتخبط في الانفايرمنت اللي حواليه عشان تطلع زي
الحقيقه بالظبط. عشان كده طبعا انك انت تبني الانفايرمنت وتبني الاسطح اللي الاضاءه بتخبط فيها والشادو بتقع عليها ده مهم جدا، خاصه طبعا ان الاضاءه نفسها بتتحجب، فساعتها الشادوز هتاخد شكل معين على جسم الشخص. تخيل مثلا ببساطه ان الشخص عندك تحت شجره مثلا، الشخص الحقيقي، فانت عشان تعمل حاجه تحت شجره لازم يبقى عندك شجره حقيقيه عشان الشادوز تاخد الشكل ده وهكذا. فمهم جدا حوار الانفايرمنت بتاعتك تبقى مظبوطه، انك انت الحاجه بتاعتك تبقى الماتش موف بتاعها راشق في مكانها، عشان الشادوز لما تيجي بعد كده لما تيجي تركبها على البليد بتاعك تنكسر بشكل مظبوط، تقطع بشكل مظبوط مع الحيطان بتاعك، وكل حاجه تبقى مظبوطه. انا عارف انك انت هنا ممكن تكون بس مجرد انك انت بتعمل تيست، بس الحيطان لازم تبقى مظبوطه 100% في مكانها، والا الظل مش هيقطع بشكل صحيح زي ما هو حاصل هنا، مش هيقطع بشكل مظبوط. نكمل بقية السؤال، ازاي بنعملها؟ الجزء ده اكتر خاص بال3D rendering، بس ممكن نتكلم عنه لان انا عارف انك انت سينما 4D user، وانا كمان من زمان بستخدم سينما 4D. فالموضوع بسيط جدا، الموضوع كله طول ما انت، انا طبعا هنا تيست سريع خالص، انت المفروض انك انت بتظبط الاضاءه بتاعتك، بتظبط الماتش موف بتاعك مظبوط، والفلور بتاعك يكون مظبوط راشق على الارض زي ما اتكلمنا في النقطه اللي فاتت. فبمجرد انا عندي هنا ارنولد ريندر، مجرد انك انت يبقى عندك فلور، يعني انا عندي هنا الفلور عادي ليه لون، ليه ماتيريال عاديه، فانت بتعمل له ماتيريال او شيدر اسمه شادو كاتشر، او اسمه اسمه ايه اسمه ممكن يبقى اسمه شادو مات. لو بصيت في ارنولد سيرفيس شادو مات، في كل ريندر انجن هيبقى اسمه مختلف، مش شرط يكون شادو مات. يعني خلينا نشوف دلوقتي، مجرد ما بتحطه خلاص الريندر انجن بيبدا يشوف الشادوز اللي جايه على السيرفيس ده او السطح بتاعتك، وما بيشوفش حاجه غيرها، بيتجاهل اللون والديفيوز بتاع السطح ده وبياخد منه الشادوز بس، ماشي. وفي الاخر الريندر بسيط خالص برضو، انت بترندر الاي او فيز، انت مهم انك انت تقول له انت هتطلع ايه. فانا هنا مثلا بتيجي في المالتي باس بتاعتك اللي انت هتطلعها وبتقول له انك انت عايز تطلع ايه، تطلع ايه، هتطلع مثلا الشادو ديفيوز، هتطلع الشادو ماسك. لو هتطلع الشادو ماسك يبقى ساعتها هيطلع لك الالفا بتاعت الشادو بتاعك. تعال رندر ونشوف احسن من الرمي واللك اللي انا بعمله. ماشي ماشي يلا، فريم واحد. انا نسيت اخفي الباك جراوند، طبعا انت بتخفي الباك جراوند عشان تطلع بس الحاجه بتاعتك والشادوز، بعد كده تروح تركبها على الباك جراوند هناك، ده شيء طبيعي اكيد مش محتاج ان انا اشرحه. الله، انا دلوقتي باصص على البيوتي بتاعي، فهبص على اللاير، اختار سنجل باسز عشان ابص بس على اللايرز اللي انا مطلعها. انت طبعا لما بتطلع شادوز هتلاقي في اغلب الريندر انجنز ان هو بيطلعها مع الالفا بتاعتك، فغالبا هتلاقي الشادوز بتاعتك طالعه مع الالفا هنا. هنشوف دلوقتي، هتاكد لسه يا مسهل. طبعا ما ظبطتش الريندر سينجز، دوسته خلاص كده وحطيت اي لايت وخلاص، ف اكيد في هبل والسامز ممكن تكون عاليه شويه، عشان كده بطيء شويه. ماشي، يبقى الشادوز بتاعتي بتطلع فعلا مع الالفا زي ما انا شايف. عشان كده انت لو عايز الالفا بتاعتك مظبوطه بتاع الاوبجكت لازم بتطلع بقى الاوبجكت بافر او الاي دي او ايا كان السليكشن بتاع الحاجه بتاعتك. وعندي هنا الشادو ديفيوز، هو ده اللي انا عايزه، الشكل اللي انا عايزه، الالفا بتاعتي طالعه باللون الابيض، او لو كانت العكس، يعني لو كان الصوره كلها بيضاء والشادوز بتاعتك سوداء مفيش مشكله هتعكسها وتستخدمها. والشادو ماسك طلع لي الالفا بتاعت الشادو بس. بس ده عامه الشادو ديفيوز ده كفايه ان هو يؤدي الغرض. ماشي، يبقى الموضوع كله انك انت بتحط على الفلور بتاعك او السطح بتاعك، تحط عليه اسمه ايه، الشادو مات بتاعك او الشيدر اللي هو هيقول له شوف الشادوز بس. نفس الكلام لو انت في اي ريندر انجن تاني، سواء مثلا اوكتين او ريتشيفت او ايا كان، هتلاقي نفس الكلام. يعني انا مثلا عندي اوكتين برضو، لو بصينا هنا مثلا على الماتيريالز، انا مش هبدل لان انا لازم لو هغير الاوكتين هغير طبعا الاضاءات، اخليها اضاءات اوكتين والماتيريالز كلها كده.
في شغلانه. فانت بس لو بصيت، لو انا بصيت فين الماتيريالز، فين الماتيريالز اي كرييت، فين فين فين، اكيد هتلاقيه موجود في حته تقريبا في اوكتين موجود في التابس هنا. انا ضفت اوكتين ماتيريال وهدور عليه تقريبا موجود في الساين هنا، في الكومن هنا اهو في شادو كاتشر. هتلاقي شادو كاتشر هتعملها وهتحطها على الفلور بتاعك، هيحصل نفس الكلام في اوكتين ريندر. خلينا نبص على الديفولت ريندر بتاع سينما 4D. خليني اقفل الارنولد ويندو اللي هنا. ده عندنا هنا الريندر انجن العادي بتاع سينما 4D، سواء الستاندرد او الفيزيكال مش هتفرق. فالماتيريال او الشيدر اللي احنا بندور عليه اللي عايزين نحطه على الفلور، ده الفلور بتاعنا اللي هيكاست الشادوز بتاعتنا. فهتلاقي موجود في الماتيريال كرييت ماتيريالز، هتلاقي اهو نيو شادو كاتشر ماتيريال، هتحطها وهتحطها على الفلور بتاعك. بس مهم تتاكد من انك انت هنا الكات شادوز متعلم عليها، وطبعا الانكلود لايتنج دي لو مش متعلم عليها الشادوز مش هتظهر، فلازم تختارها دي. طبعا كاتش ريفليكشن لو عايز برضه كاتش ريفليكشنز، بس كفايه قوي هنا عندي كده. وطبعا قبل ما ترندر اي اي او بيز او باسز، بتاكد انك انت بتسبريت اللايتس، معلم على المالتي باسز وبتسبريت اللايتس عشان تطلع ديفيوز وسبيكلر وشادوز مفصولين. ولو عايز تضيف اي حاجه تاني، اكيد انت عارف الحاجات دي اساسيات الريندر يعني. انا ضايف بس الامبيانت اوكلوجن والشادوز، فهدوس ريندر وهنشوف النتيجه بتاعتنا. يلا يلا خليني ابص على الايمج ككل. دي الصوره اللي طالعه عندي، وانا نسيت حاجات ورا الاتش دي ار اي او الباك جراوند موجوده مش مهم. بس لو بصيت على اللايرز بتاعتي هلاقي اهو السبيكلر والشادو بتاعي ماشي مظبوط وجميل. الشادوز بتاع العربيه والشادوز اللي جاي على الفلور تحتيه. طبعا لو انت عايز تفصل عشان الكنترول يبقى احسن والتحكم عندك يبقى احسن، فانت تطلع الشادوز بتاعت الارض من غير العربيه. ازاي الكلام ده؟ بسيط خالص، عن طريق انك انت بتشوف العربيات بتاعتك فين، اهي كار 1 كار 2، وهحط عليهم الكومبوستنج تاج بتاعتي ايا كان البرنامج. كل برامج 3 دي اكيد فيها نفس الاوبشن ده، انك انت تخفي العربيه ما تخليش الكاميرا تشوفها، بس الكاميرا هتشوف الريفليكشن والشادوز واي حاجه العربيه دي بتسببها، بس العربيه نفسها هتبقى مختفيه. ماشي، فانا علمت على سين باي كاميرا لقيتها، وهاخد نفس التاج هحطها على العربيه رقم 2، وهرندر تاني وهنشوف النتيجه. هيطلع لنا الشادوز من غير العربيه، وهو ده اللي عايزينه. ده احسن طريقه تتحكم فيها في الشادوز بتاعتك، انك انت الشادو يبقى لوحده وانت بعد كده تحطه فوق البليد بتاعك. بعد كده العربيه الكومبوستنج بتاعها هيبقى منفصل فوقيهم، سواء طلعت الشادوز زي ما قلنا على لاير بيضه زي كده والشادوز لونها اسود، او سواء انك انت ممكن تطلعها زي ما قلنا على الفا ترانسبيرنت، وبعد كده تحطها فوق البليد بتاعك بكل سهوله. ده بالنسبه لسينما 4D. كل البرامج التانيه نفس الكلام. ماشي، لو بصيت في بلندر مثلا هتلاقي انك انت نفس الكلام. عندنا هنا كيوب ولايت مثلا، لو ضفت اي فلور كده اي بلين كده مثلا، ولو دوسنا اف 12 بس نتاكد من الرندر. ماشي، فانت نفس الكلام، عندك نفس الماتيريال، نفس الشادو كاتشر ماتيريال او الشيدر هتلاقيه هنا في البلين نفسها، في البلين سيتنجز نفسها. لو جيت هنا هتلاقي فين فين فين، هتلاقي اكيد حاجه للشادو كاتشر اهو موجود في الفيزيبيليتي شادو كاتشر. وساعتها لما ترندر البلان بتاعك او الفلور بتاعك مش هيظهر، بس الشادو هيظهر. بس لسه انا عايز الباك جراوند او عايز الحاجه دي ترانسبيرنت، فمن السيتنجز نفسها بتاعت البروجكت هنا فيلم، من شاشه الكاميرا هنا البروجكت سيتنج هتلاقي فيلم، هتلاقي ترانسبيرنت. وساعتها لما تيجي ترندر هتلاقي مفيش باك جراوند، مفيش حاجه خالص، الدنيا ترانسبيرنت. طبعا تقدر ترندر دي طالما انت الريندر سيتنجز بتاعتك الفورمات فايل بتاعك في الفا بي ان جي اكس ار ايا كان، ما دام في الفا شانل تقدر ترندر الحاجه بتاعتك مظبوط. ونفس الكلام اللي قلنا عليه، لو انت عايز تخفي الاوبجكت نفسه وتتحكم في الشادوز هتلاقي في اسمه ايه في بلندر نفس الكلام ده موجود في السيتنج بتاعت الكيوب نفسه، هتلاقيها موجوده هنا فيزيبيليتي مثلا، هتلاقي الري فيزيبيليتي كاميرا تلغيها وساعتها الاوبجكت بتاعك مش هيظهر، بس الشادوز بتاعك هيظهر لوحده وتتحكم فيه لوحده. ده بالنسبه للبلندر يوزرز. انا اسف ما عنديش مايه او حاجه مختلفه، كنا نكمل التوتوريال على كذا برنامج، بس
اعتقد ان ده كفايه قوي. ان شاء الله اتمنى انك انت تكون المعلومه وصلت، وانك انت تقدر تتحكم في الشهادة بتاعتك بشكل احسن. ف اسف ثاني، اسف ان انا اخرت عليك قوي في الاجابه بتاعت السؤال، ويلا بينا نكمل مع بقيه الاسئله. خلينا ناخدهم من الاقدم للاحدث، من تحت لفوق. عندنا احمد ماهر بيسال: لو ينفع تشرح الميرج نود واستخداماتها المختلفه؟ السؤال عام قوي يا احمد، لان احنا الميرج نود بنستخدمها كل يوم في كل حاجه. الميرج نود احنا عارفين ان هي بتميرج او بتدمج بين الاي انبوت والبي انبوت، بس كده، وعن طريق الاوبريشن بتاعتها او الميرج اوبريشن اللي احنا بنستخدمها، او ممكن تسميها البليندنج مودز لو انت متعود على الاسماء بتاعت فوتوشوب والافتر افكتس. فهي بس بتحدد الطريقه اللي الاي انبوت هيندمج مع البي انبوت. ومثلا عندك الاوفر اللي هو بنقول الاي انبوت يبقى فوق بي، عندك البوتوم او اسمه اندر بيخلي الاي انبوت تحت البي انبوت، عندك حاجات زي البلس والسكرين انت عارف ان احنا بنستخدمها في البلاسنج، او انك انت تجمع الحاجات البرايت مع بعض زي السي جي باس بتاعت اللايت مثلا، زي مثلا لما تبقى جايب فوتج 2 دي مثلا زي نار على خلفيه سوداء، فانت عايز تاخد الحاجات البرايت زي النار، مش عايز تاخد الاسود الخلفيه السوداء، فتستخدم السكرين وهكذا. في بليندنج مودز كتيره خالص باستخدامات مختلفه. لو انت مهتم تعرف شرح كل واحده بالظبط، يبقى انت ممكن تبص على الدوكيومنتيشن بتاعت البرنامج، هتلاقي في الميرج اوبريشنز انا هحط اللينك ليك، او لو عملت سيرش على ميرج اوبريشنز هتلاقي كل الشرح بتاع كل واحده، وهتلاقي الالجوريزم او الماثيماتيك اوبريشن اللي هو الشرح الرياضي بتاع العمليه دي، وهتلاقي برضو الشرح الوصف ده. انا شايف ان هو حلو جدا، ان هو مثلا بيقول لك البليندنج مود بتاع افريج بيعمل كده، بيجيب الافريج بتاع التو ايمج، والريزلت بتاعتك هتبقى داركر شويه اغمق من الاوريجينال ايمج، وهتلاقي شرح كل حاجه، شرح ممتاز جدا. بس انا وطبعا هتلاقي فيديوهات على اليوتيوب زي مثلا كده، لو عملت سيرش على نيو ميرج اوبريشنز في يوتيوب هتلاقي ناس بتشرح كل البليندنج مودز شرح مفصل. بس انا مش من مشجعين الطريقه دي، انك انت تتعلم بالطريقه دي، انك انت تقعد تعرف كل حاجه وانت مش هتستخدمها اصلا. يعني انت 50% او 70% من البليندنج مودز دي انت مش هتستخدمها اصلا، هتلاقي نفسك طول الوقت بتستخدم الاوفر والحاجات اللي متعودين عليها زي الستنسل والاوت اللي احنا بنطرح بيهم او بنشيل بيهم جزء معين او الفه معينه جايه لينا، الماسك والان اللي بنستخدمهم ان احنا نحط البي انبوت بتاعنا او الحاجه اللي جايه جوه الاي انبوت وهكذا. فالبليندنج مود دي انا شايف ان هي مع الشغل، مع الخبره، مع الحاجات الكتيره اللي انت بتبدا تعلمها وتعملها، هتبدا تتعلم كل الحاجات دي. لكن ما تحاولش انك انت تعرفها كلها مره واحده، انا شايف ان ده مش اسلوب ظريف انك انت تبدا تتعلم بيه. طبعا بالنسبه للسيكشن الثاني ده اللي هو بتاع الشانلز اللي جايه ده، انا شايف انك انت لو شفت الدرس بتاع الشانلز اللي انا هحطه فوق ده هتبدا تفهم ايه الحاجات دي. والحاجات دي ببساطه، اول ما تشوف الدرس بتاع الشانلز وتفهم الشافل نود هتقدر تستخدم الحاجات دي بسهوله. الحاجات دي بس بتحدد بيها، يعني مثلا خليني انا هحط ترانسفورم بس على الفوتج دي، انا مش عاجبني اصلا الانترفيس دي، صغيره قوي 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 الانترفيس دي، خليني احاول اكبر كده. انا بس حطيت الفوتج دي اللي جايه من هنا وجايه معاها الالفه بتاعتها وكل حاجه جميله، حطيتها فوق الفيديو ده، الفيديو ده اللي فيه الفه ما فيهوش الفه، فانا هخليه فيه الفه عن طريق ان انا اقول اوتو الفه هنا بس، فالاثنين عندي فيهم الفه. فانا بس كنت عايز اقول لك على حته الشانلز اللي موجوده هنا، انك انت بتقول له انت هتاخد ايه من الاي انبوت وهتاخد ايه من البي انبوت، حاجات بسيطه جدا زي الشافل نود. فمثلا لو انت كده مثلا، انا كده لو بصيت هو بياخد الالفا من هنا ومن هنا، فالالفاهات بتندمج مع بعض، فانت كده كده ابيض في ابيض مش شايف حاجه. لكن مثلا لو اللي هنا ده ما فيهوش الفا، هتلاقي ان الظهر عندي النتيجه اللي جت من هنا، الالفا اللي اندمجت من هنا فهي اللي ظهرت. فانت ممكن في اوقات تقول له انك انت لا مش عايز الالفا مثلا من الاي انبوت خالص، فساعتها ما فيش الفا من هنا وما فيش الفا من هنا، ممكن تقول له انا عايز الالفا من بي انبوت فهياخد الالفا اللي جايه من بي انبوت وهكذا. يعني فهي مجرد حاجه زي الشفل، ان هي بتساعدك تختار انت عايز ايه وعايز ايه. طبعا انت لازم تدخل الالفا عشان حاجه تظهر مظبوط فوق بعض. وطبعا عندك اولسو ميرج دي لو انت عايز تدخل الشانل الثانيه جديده مختلفه، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن الشانلز زي الكوبي نوت كده، انك انت بتكوبي حاجه معينه من الاي انبوت، فممكن تضيف مثلا يبقى عندك داتا معين او شانل معين عايز تدخلها تضمها،
بس فده بالنسبه للسيكشن الثاني بتاع التشانلز. السيكشن الاخير طبعا بتاع الميكس، في الميكس بتاع النود انك انت تتحكم في الاوباستي، والماسك، الماسك انبوت لو انت عايز مثلا الحاجه اللي انت حطيتها دي ما تظهرش غير في حته معينه. دي اساسيات البرنامج خالص، الحاجات اللي اتعلمناها في الاول خالص، ان انا مثلا عملت ماسك هنا فاللي جاي من الميرج نود ده مش هيظهر غير جوه الروتو ده. وطبعا احنا بنشرح الاساسيات في الاول خالص قلنا ان احنا ممكن نستخدم الماسك انبوت بتاع الميرج، بس مع الوقت لما بدأنا نتعلم قلت كذا مرة ان احنا بلاش نستخدم الماسك بتاع الميرج ونستخدمه بنود منفصلة. ان انا مثلا لو عايز اخلي اللي جاي من هنا يبقى جوه الالفا بتاعتي او جوه الروتو، بس اعمل ميرج ماسك منفصلة عند الاوبجكت بتاعي، عشان لما اجي بعد كده مثلا بدي المات بتاعي ده لحد عايز اطلعه اديه للدي اي مات، كدي اي مات للكالرست، او هستخدمه استخدام مختلف، فيبقى كل حاجة عندي موجودة بشكل سهل التحكم فيه وسهل ان احنا ايه نبصيها لأي حد تاني. نفس الكلام بالنسبة للأوباستي، ما تقللش الأوباستي من هنا بتاعة الأوبجكت بتاعك، حط مالتبلاي نود مثلا واتحكم في الأوباستي بتاعتك بتاعة الأوبجكت عن طريق نود منفصلة. ماشي، يبقى أنا دايما ما بشجعش انك انت تستخدم الماسك الميرج من هنا، وانك انت تفصلهم وتخليهم جزء من البرانش بتاع الاي ام بتاعك اللي داخل. ماشي، يبقى هي دي الميرج نود، ما فيهاش غير كده، ما فيهاش غير السكشن الاولاني الاوبريشن او البليندنج مود، السكشن الثاني بتاع الشانلز، والسكشن الاخير بتاع الاوباستي وبتاع الماسك ام بتاعك. ماشي، فده بالنسبه للسؤال بتاع احمد ماهر عن الميرج نودز. خلينا نبص على السؤال اللي بعده من رضا. عندي سؤال مهم، انا لما ارى فيديوهات بريك داونز والمات بينتينج ارى شيء لم اراه في اي كورس او توتوريال، هو انه لما يقوم الشخص بتصميم طبقات المشهد مات بينتينج على الفوتوشوب ويحولها لنيوك ويعمل بروجيكشن، ارى انها تكون مختلفه عن ما شاهدت في التوتوريال، بحيث بعض الطبقات يحولوها كأنها 3D بالرغم من أنه صمم كل شيء في الفوتوشوب. أما الطريقة التي تعلمت وشاهدت في كل التوتوريالات هي بروجيكشن، ولكن الطبقات تبقى كصور مصفوفة وراء بعض على الكارد، يعني ما في طبقة فيهم فيها بعد ثلاثي وعمق. تمام، لما يحرك الزاوية في البريك داونز، يعني في طبقات تبقى كصور. أنا آسف على إن أنا مش عارف أقرأ كويس، بس هو العربي لما بيتكتب بإنجليزي بيبقى غريب ورا بعض، لكن في طبقات تبان كأنها 3D. مثلا لديه طبقه فيها هضاب تبان الهضاب مكتمله كأنها 3D بالرغم من انه صمم كل شيء في فوتوشوب و2D. ممكن فيديو بسيط كأنها توتوريال للاجابه على هذا السؤال. ماشي، انا اتمنى انك انت تكون بصيت على اللينكات اللي انا بعتها لك، ودي دروس كنا عملناها قبل كده عن البروجيكشن، استخدمنا فيها البروجيكشن، وكان في درس ثواني احاول اجيبه. الدرس ده اللي هو الدرس رقم 15 كان كله عن البروجيكشن. الدرس رقم 15. ماشي، خلينا بقى نتكلم عن اللي انت كنت بتتكلم فيه، اللي هو الشخص اللي هو بيعمل الهضاب مثلا 3D، الهضاب وكأنها فعلا شبه 3D مع انه كان شغال على الفوتوشوب ومطلعها 2D. زي ما قلنا قبل كده، ان هو مجرد ما انت تعمل الحاجه بروجيكشن وتطلع بره الزاويه بتاعتك اللي انت عملت منها بروجيكشن، لازم يكون عندك الداتا المفقوده. يعني مثلا لو الجبل من الوش لما انت بتتحرك لفوق، فانت لازم تعوض النقص اللي موجود. هتعوضه ازاي؟ هتعوضه انك انت مثلا هتعمل بروجيكشن من زاويه تانية من فوق من قمه الجبل مثلا، الاماكن اللي مش موجوده عندك في الزاويه اللي من الوش ال2D، وهتبدا تعمل لها بروجيكشن من فوق وتكمل النقص ده، او تعمل له بينتنج او ايا كان هتكملها ازاي. ازاي هو عملها بشكل حلو وباينه كانها 3D فعلا؟ دي شطاره بقى انك انت تعمل بروجكشن زي ما انت قلت. انت الاجابه بتاعتك مكتوبه في السؤال ان هي على كاردات، فبشكل بسيط خالص البروجكشن. لا، انت ممكن تخلي البروجكشن معقد اكتر وتعمل له زي ما قلنا قبل كده على جيومتري مختلفه. يعني مثلا الجبل تعمل له على جيومتري شبه الهضاب او شبه الجبل، فبالتالي الحاجه لما تلف عليه والبروجيكشن لما يبقى من كذا زاويه بشكل
متكامل، هيبقى الاوبجكت بتاعك تقدر تخليه كانه فعلا زي ال 3D، زي ما اتكلمنا قبل كده في الدرس زي كده اللي هو الدرس ال 15، وعملنا بروجكشن لحاجه من اكتر من زاويه. فاتمنى انك انت تبدا تبص على الدروس دي، لان انا ما عنديش اي اضافه اقوى ممكن اقولها في الموضوع ده. وطبعا عايزك تعمل سيرش على نيو بروجكشن في السيرش بتاع اليوتيوب وتتفرج على كل الدروس دي. انا شايف انك انت في مشكله انك انت شايف حاجه بس انت ما بداتش تجرب وتديفلوب يور سيلف في الموضوع ده، انا كده تطور في الموضوع بتاع البروجكشن. هتلاقي نفسك بتعمل الحاجات دي المعقده مع الوقت، بس لما تعمل الحاجات البسيطه الاول، ابدا بابسط حاجه، ابدا شوف كل الدروس دي، شوف كل التطبيقات بتاعتها، لازم تبقى بتعرف تعملها كلها، لازم تبدا تحترف البروجكشن، وساعتها هتلاقي نفسك بتعمل كل الحاجات اللي انت بتشوفها وبتتخيل ان هي صعبه دلوقتي. بس طبعا لازم تبقى عارف، وانت هتعرفه لما تبدا تشوف دروس البروجكشن، البروجكشن ليه ليميتس، مفيش حاجه اسمها ان هو هيطلع حاجه 3D بشكل متكامل، هو بس بتبقى حلول 2D لبعض الشطات ان احنا ينفع نستخدم فيها البروجكشن ويعدي فيها ويبقى شكله كويس، بتكمل حاجه بعيده، بتعمل ماد بينتنج لمدينه، بنشوف على طول في الافلام والحاجات دي الحلول، الحلول دي للحاجات البعيده، الحاجات اللي مش هيتكشف فيها، مش هيتفضح فيها، او البارالكس فيها، او حركه الكاميرا مش معقده قوي، مش صعبه قوي، وبالتالي بتقدر ساعتها تعدي الموضوع، والحاجه ال 2 دي الفيك دي تعدي كانها حاجه حقيقيه. فاتمنى انك انت تبص على الحاجات دي وتبدا تذاكر وتبدا تطبق على البروجيكشن، وساعتها ان شاء الله تكتشف ان هو الموضوع ايه لذيذ، وفعلا موضوع البروجيكشن لذيذ جدا ومش صعب يعني. ماشي، وانا هضيف شويه لينكات تاني في الكومنت عايزك تبص عليهم ان شاء الله. نروح للسؤال اللي بعده. في مشكله من محمد احمد، من محمد في مشكله بتحصل معايا لما اجي اعمل ادجاست ادجاست تراك للبلانر، اللي هو المشكله مع البلانر تراكر في الفريمات اللي قدام واللي ورا الريفرنس فريم، بيبوظ البلانر الاساسي. ماشي، زي ما جاوبتك في الكومنت، البلانر تراكر عبيط شويه، فانت لما تيجي تتعامل معاه بتحتاج انك انت تتعامل معاه بحذر وبحنيه شويه. خليني اقول لك على كام حاجه بسيطه انا دايما بعملها لما اجي استخدم البلانر تراكر عشان اتاكد ان انا ايه معاكش الدنيا بيه. وعامة لو انت شغال مع نفسك او شغال في شركة فيها موكا، ابدأ دايما استخدم موكا تراكر، لان هو اقوى بكتير، اقوى بلانر تراكر موجود حاليا. والبلانر تراكر بتاع نيوك عبيط، انا كذا مرة اقول لحد اللي هو البلانر تراكر بتاع نيوك عبيط قوي وضعيف، واحيانا بيغلط في حاجات هبلة، فنستخدمه في الحاجات البسيطة، او نستخدمه لو انت قادر تسيطر عليه وتشتغل بيه حلو. ماشي، فانا عملت، انا كتبت بلانر تراكر، او انت اصلا لو حطيت روتو نود ورسمت الروتو، بعد كده بتقدر انك انت تغير من تحت كده وتقول له ان انا عايز اعمل بلانر تراكر للشيب ده، فهي هي هيتحول لبلانر تراكر. ماشي، ما علينا، اكيد انت عارف الكلام ده. فانا الفيديو ده بسيط خالص اصلا وبتاع كده، فهو مش هيغلط. انا عايز ابص على حاجه تاني تكون معقده اكتر، او مش معقده اكتر، انا عايز بس اقول لك ايه اللي انا ببدا ابص عليه لما اعمل بلانر تراكر، وممكن اغير الانترفيس عشان الانترفيس دي مستفزه جدا. ماشي، خلينا في الانترفيس دي احسن كده. ماشي، فانا مثلا برسم روتو مثلا، فلنفرض انك انت بتعمل بلانر تراكر. احنا عارفين ان البلانر تراكر بيبقى احسن حاجه استخدامه مع الاسطح المتساويه، الاسطح اللي هي ثابته نقدر نعمل لها تراكنج. بس في اوقات كتير احنا بنستخدمه انك انت ايه مثلا هتعمل جاربج روتو مثلا، او انت مثلا هتربط التراكر ده او الداتا دي هتاخدها بحيث انك انت هتحرك مجموعه شوتات او هتحرك حاجات مختلفه، فمش شرط يكون الاستخدام انك انت هتعمل روتو لحاجات ثابته. اوقات كتير بنعمل روتو لحاجات زي كده، زي مثلا وش الايفنت دي مثلا. فانا اهم حاجه عندي بعد ما برسم الروتو بتاعي، وبعد ما اتاكد ان هو ايه، انا شكلي برسمه في حته تانيه. ماشي، هو دلوقتي مش عامل ان هو بلانر تراكر عشان انا عملته بره الفولدر، فهدخله جوه الفولدر بتاع بلانر تراكر، فهياخد اللون البنفسجي. ما خدش اللون البنفسجي ما يهمناش، ندوس عليه. ما اخدش اللون البنفسجي ليه؟ عشان هو مغفل. ماشي، خلينا نمسح كده ونحط بلانر تراكر تاني.
اوقات ايه الدنيا بتعك كده عادي جدا، وهرسم تاني واستنى منه ان هو ياخد اللون البنفسجي بتاعه، فانا بتأكد ان هو كده ايه لانر تراكر مش روتو عادي ماشي. وطبعا موجود جوه الفولدر وهتلاقي العلامة دي. انا اسف هو عشان العلامة دي ما كانتش موجودة فهو لونه كان مختلف. لما ترسم انت ما تلاقيش علامة دوس كده هيبقى بنفسجي وهيبقى بلانر تراكر. اهم حاجة قبل ما تعمل اي تراكنج انك انت تحدد مش عارف اسمها ايه، او اللي هي البلانر سيرفيس زي موكا كده بيبقى حرف الاس. فانا دايما باجي بدوس على الاثنين دول ومعاهم ده فيطلع لي بتاع الاصفر ده اللي هو السيرفيس بتاع اللي هي الفور بوينتس اللي انا هطلعهم في الاخر. دول اهم حاجه لان هي دي النتيجه اللي انت هتطلعها. وبعد كده هاخدهم احطهم في مكان يبقوا كتارجت او كمؤشر ليا اعرف منه هل التراكنج بتاعي ايه ماشي كويس ولا بيعك ماشي. فانا هعملهم كده واحطهم مثلا بشكل مربع او بشكل اقدر اتابعه بعينيا. انا عارف طبعا ان ده مش سطح متساوي قوي، فممكن في اي وقت الروتو بتاعي يوسع، ولما الروتو بتاعي يوسع من هنا مثلا النقطه دي هتبدا تتحرك والشكل مش هيبدا متساوي. فانا بيبقى هدفي وانا بعمل تراكنج باي سطح ان انا احافظ على الشيب بتاعي اللي انا هطلعه من غير ما يبوظ قوي. بس فمثلا بعمل كده وببدا اعمل تراكنج سواء لورا او لقدام. اكيد انت عارف باقي الاستخدام بتاع دي. وانا طبعا الفريم اللي انا بدات منه ده هو الريفرنس فريم، فانت بتبقى عارف رقمه عشان لو حبيت تغير الاوتبوت سيرفيس بتاعك او حاجه ترجع لنفس الفريم. وعندك هنا ده بيقول لك انك انت اصلا تقدر تنط مباشره تروح على الريفرنس فريم اللي هو الزرار ده تقريبا ماشي. فانت بتبدا دايما تبص على البتاع وتتاكد انك انت ايه الاوتبوت بتاعك السيرفيس بتاعك مظبوط ما تحركش قوي، وده هو اللي بيساعدك انك انت تطلع في الاخر ايه سطح يمكن استخدامه في الاخر. فانا في الاخر هستخدم بس الكلام ده ان انا هحرك روتو او ان انا هعمل اي غرض تاني، بس يهمني انك انت تبدا عينك على البتاع ده. واول ما يبدا يغلط يعني لو ده هيبدا يتحرك الروتو هيبدا يغلط، هي اتحركت حركه مفاجاه، اول ما ده يبدا يبوظ تبدا على طول توقف وتبدا تعدل وتضيق، او حتى ممكن تروح لمنطقه تانية. يعني انا ممكن احرك الروتو ايه واعمل تراكنج لحته تانية خالص، حته تانية ثابته في جسمها. بس اهم حاجه السيرفيس بتاعي او انا كل شويه انسى اسمه الديسبلاي البلانر سيرفيس بتاعك يبقى ثابت في مكانه مظبوط، لان هو ده المؤشر وهو ده اللي هيطلع معاك في الاخر. لانك انت في الاخر بتيجي عند التراكنج بتاعك وبتعمل اكسبورت. انا مش هعمل كورنر بين، بس انت ممكن طبعا تستخدم الداتا دي انك انت كورنر بين لو انت بتعمل حاجه مربعه مثلا، او انت هتطلع البلانر سيرفيس ده تستخدمه انك انت تكورنر بين حاجه معينه زي ما عملنا قبل كده في دروس البلانر تراكر. بس انا هنا انا اغلب الوقت بطلعه ايه كتراكر، حتى لو انا هستخدمه ككورنر بين اوقات كتيره بطلعه كتراكر عادي. فالتراكر العادي هيبقى فيه الفور بوينتس اللي هم بتوع البلانر سيرفيس بتاعي، دول ساعتها ما اقدر استخدمهم ككورنر بين، اقدر استخدمهم كماتش موف عادي حركة الروتوهات، اقدر اخد الداتا دي ارميها في الروتو بتاعي اللي انا هحركه زي ما احنا عارفين ايا كان الاستخدام. المهم انك انت الاوتبوت بتاعك والهدف من البلانر تراكر انك انت تطلع الاربع بوينت دول مظبوطين، او انك انت تطلع السيرفيس البلانر سيرفيس بتاعك بشكل مظبوط. خاصة طبعا لما بتبقى شغال في حاجات مسطحه او حاجات مربعه، فساعتها بيبقى الاستخدام بتاعها واضح قوي، وساعتها بتقدر بعينيك تحدد ان البلانر سيرفيس بتاعك 100% مظبوط، لان ساعتها لازم البوينتس بتاعتك تبقى راشقه في الاماكن بتاعتها في الكورنر بشكل مظبوط، وتقدر ساعتها انك انت ايه تعدل وتماتشها على الاسطح دي طبعا في الحاجات البسيطه اللي زي كده ماشي. اتمنى اكون افدتك شويه. ما عنديش فكره ليه ممكن يكون البلانر بتاعك بيبوظ غير كده، بس زي ما قلت لك راقبه. اول ما يبدا يبوظ الروتو يبدا يتحرك البلانر سيرفيس بتاعك بيبدا يبوظ عن الشكل اللي انت متابعه، ووقف عدل كمل تراكنج. ونصيحه اشتغل بموكا طول ما انت قادر، يعني اشتغل بموكا. حاجه مهمه نسيت اقولها ممكن تكون السبب في الغلط بتاع التراكنج، انك انت اي حاجه بتعدي قدام الاوبجكت بتاعك الثابت انك انت بتعمل له تراكنج لازم تعمل لها ماسكينج، سواء انك انت بالماسك انبوت هتعمل لها اكسكلود، او سواء انك انت هتعمل بروتو الحاجات اللي بتعدي قدام وتخليه ماينس لللايرز اللي بتعدي قدام الحاجه اللي انت بتعمل لها تراكنج.
دي ممكن تكون حاجه من الحاجات اللي بتبوظ معاك التراكنج. وخد بالك طبعا طول ما انت بتستخدم البلانر تراكر، لما بتوقف فجاه او لما بتوقف التراكنج او هو بيقف لوحده، بتلاقي الزرار اللي فوق ده حصل مره واحده، معناها ان هو بيوقف الريفريش بتاعت الفريمز، فمهما اتحركت هتلاقي الصوره معلقه كده. فطبعا الحركه دي تبقى كونفيوزنج شويه كده، فخد بالك منها. واخيرا الحاجه اللي انا محتاج اوضحها شويه، لما قلت ان الروتو انت ممكن تحركه، لما انا جيت هنا وحركت الروتو حطيته تحت بحيث ان انا ممكن اغير المنطقه اللي انا بعمل منها تراكنج. يعني انا هنا مثلا في فريم 22 اصلا كنت حاطط الروتو بتاعي هنا وعملت تراكنج في الحته دي، وممكن في اي وقت توقف وتحرك الروتو بتاعك توديه في حته تانية وتكمل تراكنج من حته تانية وتحافظ على البلانر سيرفيس بتاعك في مكانه مظبوط. ودي حركه مهمه جدا، ولازم تبقى عارف انك انت تستخدمها وتغير المكان بتاع التراكنج بتاعك عادي، بس تحافظ على التارجت بتاعك ماشي. طبعا لو انت بتعمل الروتو ده عشان انت مثلا هتعمل روتو للراس او بتعمل روتو لمنطقه معينه، ساعتها ممكن تتجاهل خالص الروتو ده، وبعد ما تخلص البلانر تراكنج بتاعك ويطلع مظبوط، ساعتها ممكن ترسم روتو تاني ويبقى الروتو ده هو اللي هيتحرك. مجرد ان هو دخل بنفسجي تحت الفولدر بتاع البلانر تراكر وواخد نفس الداتا، ساعتها هتلاقي الروتو بيتحرك لوحده حسب الداتا اللي انت بالفعل عملت لها تراكنج وطلعت مظبوطة. ده يعني عشان لو انت بتعمل روتو وعايز الروتو محدد بتاعك، فما تشغلش بالك وتفصل دايما انك انت هل انت بتعمل روتو عشان هتستخدم الروتو سكوب، ولا انت بس بتعمل الروتو ده عشان تعمل بيه تراكنج وتطلع تراكنج داتا مظبوط. اتمنى تكون ما اتلخبطتش واستفدت من الاجابه السريعه دي، ويلا بينا نكمل.